شلونكم؟ ان شاء الله بخير يا ربي، صحه وعافيه. واني مشتاقه لكم، كمان اشكركم على التعليقات الحلوه. البنات يكتبون اليوتيوب والانستغرام فقالوا نور استمر بقناتك وربي يوفقك، وحتى لو احنا ندعمك. فوالله هذا كلامكم كلش فرحني، وان شاء الله العافيه درجات مثل ما نقول. واليوم رايحين انا والبنات مثل ما شفتوا ريقنا، نكمل شغلاتنا من سواق العيد. وهنا رحت اشتريت كريمات راح اجربها وراح اشوفكم اياها من اوصل للبيت. بس رايحين نسوي اظافرنا انا وزوبه. يلا جينا للتركي وجوري اخذت هاي اللفه، مو جوري العافيه، سميط وزنوبه ودن ننتظر. صباح الخير زوبه. هلا. ايوه هسه بدنا ننتظر الباقي، يعني جمول اللي طلبنا. لحم عجين. لحم عجين بالبوتيتا، مو جمال طيبه مالتهم. وطلبنا كيكه جمال يحبها من العراق، يقول مال العراق. هسه راح اشوفكم اياها يعني. وهذا الفطاير مالتهم كلش طيبه بالبوتيتا. نفسها مال بغداد ناكل منها معجنات حلويات الكيكه كلش طيبه. مثل ما تشوفون هاي الشغلات اللي عندهم كلها ماركة ألمانية 100% أصلية، كريمات تخبون وياتهم. وهسه أخذت من عندهم السيروم مال وجه وغسول طبي 100% همي أنا أخذت من عنده، راح أجربهم وأنطيكم النتيجة ورا شهر. خلينا نشوف. هسه اول ما بدينا بنبلش انا وزينب اظافرنا. هاي نتيجة اظافيري، شوفوا شلون الوان اخترت، يعني الوان الصيف. وزنوبة هم يعني اشوفكم يا اظافرها كلش حلوة. فرانكفورت انا والبنات وجمال. هسه الزحمة فرانكفورت، ازدحام فرانكفورت، عاد الايام ازدحام يعني همينا مو بس السبت يعني كلش يكون حلوة. راح نكمل تجهيزات كريمات كلش ازدحام. أني يعني أجي على مود البجايم مال الأطفال، وبجايم الأطفال أخذتها كلش حلوة للبنات والجوري. وحنطلع ما نقدر ناخذ يعني من أكثر شيء، شغلات البيت حلوة عنده. أوكي شوفوا جوري شو مسوي بالجاكيت مالته. جوري جيت سيفورا دا اخذ كريم اساس مالتهم مال ماركة نارس من سيفورا، واخذ كونسيلر والوان الحمر هم مالتهم حلوة. هسه راح اشوف واجرب وش راح اخذ. شوفوا مثل ما تشوفون شغلاتها هاي الماركة نارس ماركتها كلش زينة. شوفوا معكم شو نسوي ما نسوي، تفكرون تخفيضات هواية عندنا بشهر السابع. وعدتكم اشوفكم شغلات اللي اخذتها. فمن الزيتون اخذت هاي بير الشعر، هاي النوعية، بس انا عندي مدة بيها 45 يوم، هي بيها انضمان 3 سنوات. فال 45 يوم اشوفها اذا زينه انا واخذتها يعني ابقيها، واذا اجربها اذا مو زينه ارجعها ابدلها. فهاي بكون شكلها هذا الفيار. والكابسه هاي ماركة فيليبس فتحتها طبعا جربتها هي، خليتها تجرب يعني ايش خصله، شفت حرارتها كل زينه. بس ارجعها هي شكلها. هنا درجات حدها درجة 230 بس حلوة حرارتها هم كلش قوية. هاي الشغلات اللي أخذتها. ها مثل ما تشوفون هذا ذاك اليوم عندي فيديو اللي قلت لكم محل تركي اشتريته، عجبني هذا القوري فهم أنا اشتريته فاو كلش حلو كيوت. يا حلو وليد حلو؟ حلو عشتي جيش صورني هاي الوصل. أي. ورحت السيفورا كل مرة أخذت الخدود مال سيفورا ماركة نارس كلش حلوة، يعني الثبات بيها المكياج يبقى يعني 24 ساعة ثابت
فحبيت اخذ الكريم الاساس مالتهم. ردت شو اسمه كونسيلر الجو العين، فمخلصين اللون الان يعني مال بشرتي، فاخذت هذا. اشوفكم اياه صح يعني ماركات الان المكياج، فتبقى ثباتها اكثر بالوجه، وطبعا اي شيء ماركه هو زين واصلي ويكون حلو يعني بالبشره. هذا راح اجربه ان شاء الله. وهذا هم يعني الكونسيلر دول هذا كلش زين، حتى هي هم المحلقات هذا نوعيته كل زين، بس بيه حوالي 8-10 يعني ارقام يعني حد انا جربت لي لحد ما ضبط هذا وياي. واخذت من ماركة هدى بيوتي همينه، اخذت حمرة اشوفكم اللون مالتها كلش حلو، انا احب هاي الالوان الترابية، فانا ما احب حمر طاخ ابدا ابدا، يعني ما احب مكياج طاخ، انا ما اخلي هواي مكياج طبيعتي، اخلي بس يعني مناسبات طلعان مستصبعات. شوفوا هذا لونها كلش حلو خبط، هاي تكون شي شكلها ماركة هدى بيوتي. وراح اشوفكم هاي، خذت هاي قلابية العيد، مصباح العيد راح البسها، صورتكم طبعا فيديو بيها، شوفوا ايش قد حلو، يعني ملابسه هيجي لون طبعا، شوفوا هاي كلش حلوة، حتى قماشتها باردة، وريدها مين قال كلش حلوة لون، حلوة وريد؟ حلوة والله ذوقك، عايش ذوقك. تسلم. وراح اشوفكم اخذت اليوم للبنات طبعا، اخذت بجايم ردت اخذلهم ثلاثتهم نفس الشيء، زينب وهيا وورد، بس شنو قياس الهيا ماكو بريم مارك، بجايمه حلوه ملابس البيت عنده كلش حلوه، فاخذت الزوبه هاي وهاي حلوه، واخذت الورد ودهم نفس الشيء، كانت حلوة، والهيا الخضر ما لقيت قياسه فأخذت لها هذا اللون هم حلو، شوفوا حلو حتى تكون خامتها باردة، والجوري حبيت أخذ لها هذا يكون مثل الشورت ستريج ويا هاي مالت الكيمونو كلش حلو. وبعد شو أخذنا يعني هاي فرودة فراسات، وبعد طبعا اخذت هاي اللي احكيكم عليها، هاي لاصقات بيها اربعه لتنظيف الخشم كل الزينه، هاي ترها من هنا للحنج الحافه مال القصه وللخشم كل الزينه، هاي جربتها، هاي همين لاصقات الجو العين هم زينه هذني واخذت مثل ما قلت لكم هذا المحل اني هيك مره قلت لكم عليه شغلاته وكريماته كلش راقيه، صح غالي، وهي ام المحل تنصح تقول لا بدون يعني ما تضربين قبر فيلر بوتوكس، اتجهي هاي الكريمات، هاي كريمات ماركه المانيه 100 100، ها وصح غالي مثل ما قلت لكم، بس تعطي نتيجة تخبل، يعني بدل ما تذبين أمرة بأربع ورقات أو بثلاث ورقات، هو أنت الكريم تاخذيه بثلاث ورقات، عندها حتى كريم ب 600 يورو، عندها غسولات مال وجه، عندها كريمات بحيث اكو بس الجو العين ب 190، وأكو للوجه سيروم كامل كريم 100 ملم ب 215، يعني أسعاره حلوة. بس شو يسوى عرفتوا، هاي هنا انطتني يعني همينا شغلات هاي المنتجات، بس انا هسه اخذت منها منتج راح اجربه واشوف النتيجه مالته، وانطيكم النتيجه مالته بعد شهر، واللي حاب يعني يريد هذه الشغلات اقول له من وين واسم المحل، واني همينا وصيت يعني من عندها لان كانت بس مخليه شلون نقول التيست، فقالت وصيني اذا تريدين انطيك مده اجيب لكم اياه، بعد قالت لي بعد 25 يوم تجين تاخذين هذا السيروم كامل اللي بيجي بسعره 215 يورو، اي فهسه هنا انطتني تيستات هاي
اقنعه مال البشره، وهنا انطتني همينه هذا التيست مال الوجه همينه، شوفوا قالت جربيهم. هنا همينه هاي الحمره همينه، شوفوا وطتني ها هو المنتج، هذا هو المنتج، انطتني تيستات صغار فقالت هذا الجو العين وهذا الفوق العفو الوجه كاملة. هذا رهيب، حتى عندهم صفحة بالانستغرام حتى عندهم للشعر. فأنا هسه أخذت هذا الغسول طبي 100 100، هذا الغسول طبي 100 100. فقالت كل شيء بمواد، يعني ما بمواد حافظة، ما بمواد نقول كحول، ها هذا الزين. فقالت طبيعي وأعشاب، قالت هذا الغسول بحد عندها واقي شمس. الواقي الشمس تدرون السعر بيش، الحد اكو 30 واكو 50 ل 30 و 55 يورو، يعني هذا كله الاصلي. هذا الغسول مالتها، هذا يوالم بشرتي، يعني بشرتي دهنيه، كانت بس الدهنيه والجافه واحد. هذا هذا هيك يكون، هذا بالاعشاب مو؟ اي اعشاب طبيه 100 100، وليد خالي من الكحول. حلو. يعني المواد الكيميائيه كانت. وهذا اخذته، شوفوا هذا يطلع سعره بمية، هذا همينة للبشرة بين اكو دهنية واكو مخطي، يعني بشرة جافة وبشرة حساسة، فهذا كاملة للوجه. شوفوا حتى هي شي شكلها اباك شيشة مريحة. فقالت هذا تخليه من عنده بالليل قبل ما تنقين وجهك وتخسي بالغسل، وتخليه من هذا دائما دائما وجهك وجو العين يشتغل، يعني كاملة مو بس للوجه وماكو، يعني ما يصير للعين، لا كاملة. وقالت شو اسمه، حتى من تريدين تخلين المكياج مثلا تخليه وتضربين الميك اب فوق، يعني شوفوا هاي الشيشة هاي ابنية. فهو كل شيء اصلي، انا حلتجئ هاي الشغلات لان مسوية رجيم ودا اضعف، فشوية تعرفون الواحد ما يضعف يبين اكثر شيء بالوجه، وانا لسه يبين وجهي، فما اريد اضرب الفيلر والبوتوكس وهاي الشغلات، فراح اجرب هاي المنتجات الالمانيه، راح اخذ منها منتجات بعد وبعد، يعني كل فتره اجرب وياها، فاني اعطيكم النتيجه ان شاء الله. كل ما اجرب ماركه المانيه يعني اورجينال 100 100، فمثل ما قلت لكم صح اسعارها غاليه بس تعطي نتيجه حلوه، يعني ما التجي للفيلر والبوتوكس وهاي السوالف، هاي اضبط واحسن. حتى هي يعني نصحتني، فقالت استمر، يعني كل فترة أخذي مجموعة راح تشوفين الفرق كلش هواية. فإن شاء الله أنا أعطيكم نتيجة تدللون، وأنا هم أشكر البنات على التعليقات الحلوة تخبل، يعني من كلهم هواي بنات، ما أعرف شو أقول، أم محمد من لندن، يا ماما بعد، يعني هواي هواي والله سامع عندي تخبلون فيديوهاتكم وفيديوهات تعليقاتكم الحلوة على الانستغرام. بنات هواي كتبوا لي، صديقتي من كندا هم يعني بحال هيجي كلامها يخبل ويفرحني، واحنا شو نقول الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله قناتنا شوي شوي تصعد وياكم، والقناعة كنز، يعني واحد من كل شيء بالسهولة تجي العافية درجات. فان شاء الله نقول فيديو مالتنا يعجبكم، وطلعتنا اليوم شغلاتنا اللي اخذناها تعجبكم، وان شاء الله عيد مبارك عليكم مقدما، يا رب ينعاد عليكم بالصحه والعافيه، ترقبونا فيديوهات قادمه مع الف سلامه، باي باي.